التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة على فكرة انت لو قعدت تدلعني كده طول الوقت انا هطمع. انا عايزك تطمعي اصلا، اطمعي اطمعي براحتك، وريني اخرك ايه. هيا احمد، مش هفرح بيك بقى زي ما انا فرحانه باخواتك؟ ده انت مهيتك تفتح بيت وزياده كمان. ماشي، فين بقى البيت ده اللي هفتحه؟ انا هكلم عبد السلام يشوف لك بيت هنا في الكومباوند. تبقى عبد السلام مين يا ماما؟ بصفته ايه عبد السلام يعني هيجيب لي بيت؟ يعرف صحاب الكومباوند وعنده شغل. بصفته ايه عبد السلام هيدور لي على بيت؟ انا مش فاهم ايه موضوع عبد السلام اللي بيخش في حياتي طول الوقت ده. هي بس عايزه تقول لي ان فرح ايه على ابن توفيق عبد العزيز كمان اسبوعين. وحشتني قوي. طيب احنا مش هنحاول نبطل بقى شغل المراهقين ده؟ احنا مصدقنا الوضع بقى شبه مظبوط وطبيعي. الوضع دلوقتي بقى في مصلحتك انت ومراتك والبنت كمان. حاول تسيطر على نزواتك. وحشتني قوي. حصل بقى معجزه، انا رجعت الكليه لوحدي وبنتظم حاجه تغم يعني. عرفت وعرفت نظر اكتر ما انت عارف. حبيبي يا اسطى، موضوع تاني يعني كنت عايز اكلمك فيه، ان انا بقالي فتره عمال افكر في موضوع خالي ده، وازاي اعرف اقنعه ان انا عايز اخطب واحده تانيه غير بنته. الموضوع بقى محتاج تكتيك وتفكير عالي وبتاع. ما تتخضيش، ده الشقاوة بس دلوقتي خلاص مبقاش لنا في أي حاجة. اتفضل. تشيرز يا جماعة. تشيرز. 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 كل اللي فارق معايا إن أنت بتحبني دلوقتي. مش فارق معايا اللي فات ولا اللي جاي. أكتر حاجة مفرحاني دلوقتي البيت، متأكد إنك بتحبيني. اشمعنى؟ عشان حكيتي لي من غير ما أسألك. حسيت إن أنت كنت لازم تعرف. أنا بالنسبة لي إن إحنا نحكي لبعض اللي حصل واللي فات، ده اتفاق كده ان احنا هنحكي لبعض كل اللي جاي ومش هنخبي حاجه على بعض، صح؟ يعني مش فاهم يا عم، استلف ال 2000 دولار عشان اجي لك عشان في الاخر تقولي لي كلام زيهم؟ لا يا حبيبي، انا بحاول اشرح لك وجهه نظرهم. يعني ما تحسش ان انت مضطهد عشان احنا مش موافقينك، بس
الفلوس اللي انت عايز تاخدها دي كلها عشان تحطها في مشروعك احنا ما عندناش غيرها. ماشي انجي بقى ما تقوليش انا مش رافضه، انت رافضه زيهم بالظبط. بص من ساعه ما بابا مات واحنا بعنا الفيلا القديمه كلنا قعدنا مع بعض واتفقنا ان احنا مش هنقسم الميراث وهنحط فلوسنا في وديعة عشان احنا بنحب بعض وبنخاف على بعض وبنفكر في مصلحه بعض. افهم بقى يا ادم. انا فاهم يا انجي انا فاهم، ما انا بعمل المشروع ده عشان برضو بحبكم وخايف على مصلحتكم، ده لينا كلنا ده مش ليا بس. انجي انت دلوقتي شغاله مع جوزك وعارفه كويس قوي لما نستثمر فلوسنا في مشروع احسن بكتير ان احنا نعتمد على وديعة. انا شايف شغل الوديعة ده شغل ناس جبانه مش عايزه تفكر ولا تعتمد على نفسها. طيب وانت عرضت الفكره دي على اصحاب الشأن وهم مش موافقين، مش من حقك انك تزعل بقى دلوقتي. لا من حقي ان ازعل، من حق احلم، من حق اعمل المشروع اللي انا نفسي اعمله، من حق اتجوز بنت اللي بحبها حتى لو كان اخوها يا ستي رقاصه مش ميكانيكي. انجي انت اكتر واحد عارف الكلام ده كويس. ايوه وبعد ما فكرت فيه كويس عرفت ان انا ما ينفعش اكون مع حد غير واحنا شبه بعض. انا اتعلمت درس ده غير. هيا يوسف. اه احنا اشترينا كوفي وقعدنا نتمشى شويه، احنا جنبك اصلا هنجيلك دلوقتي. ادم عايز يرجع مصر وهو مستنيك عشان تتكلموا مع بعض شويه. يعني انت بذمتك مش صعبان عليك الارض اللي انت سايبها دي؟ ابدا مش صعبان عليا. يعني دي مستغلني، انت نفسك بتقول ان انا بزنس مان شاطر، بعدين انا سبت كل حاجه في القاهره وجيت لك خلاص. انت جيت لهون على مكتبك وهي ماشي نار. ما تتحجج وتقول انك جيت لهون كرمال مشروعك الكبير. هاي هاي انا ادم اخو انجي. اهلا الاخبار عامل ايه؟ انا ما جيت معاهم امبارح. معلش تتعوض تاني ان شاء الله. طب بعد اذنك نديم انا وادم محتاجين نتكلم في حاجه كده. بس انجي هتوريك البلان اللي انا عملته وهتشرح لك كل حاجه وانا بعد كده احكي لك بالتفصيل، بس صدقني هيعجبك. انت حضرت البلان كمان؟ ايوه طبعا. انت كده بنهزر ولا ايه؟ بعد اذنكم. ماشي ناخد فكره. انا هتفضل في الطلب. هتعجبك قوي البلان اللي يوسف عملها. هو فكر في سيرفيسز جديده مش موجوده في بيروت خالص، فهو ده بقى بالظبط اللي هيخلي الماركتنج بلان بتاعتنا تكسر الدنيا. انت وجوزك عاملين علي مثل كان ماشي شمال ويمين. لا وداخل علي حامي ستريت تو ذا بوينت. لا مش موضوع حامي، هو بس يوسف مصدق قوي في المشروع وهو غالبا عداني، فبقيت انا كمان شايفه انه هو هدف كده لازم احنا نوصل. برافو علي يوسف انه خليك تيجي لهون. اولا هيك بتتسلي ما بتزهقي. لا انا متعوده اشتغل من وقت ما انا كنت في الجامعه. وثانيا هيك بصير في يشوفك اكثر. انجي في ناس بالحياه وجودهم بيعمل طاقه ايجابيه وانا بامن بهيدي الطاقه. في ناس طاقتهم الايجابيه بتخليكي تفرحي، في ناس طاقتهم سلبيه بتخليكي تحزني وبيسحبوا كل الاكسجين من الجو. طيب الحمد لله. ميرسي. ما سالتك شو بتشربي؟ قهوه؟ اوكي. حماسك ده مخليني عايز اعرف اكتر عن الموضوع، لكن انا مش عايز اضيع وقتك ومجهودك يا ادم، انا هجيب لك من الاخر. انا محتاج كل جنيه معايا دلوقتي لاني عايز ادخل المشروع الكبير ده، ولو حصل فعلا مش هيبقى عندي اي فائض مادي. انا كمان مقدم على قرض كبير جدا عشان مشروع ضخم، كان ممكن جدا في ظروف تانية ادخل معاك مشروع المخارج ده لكن دلوقتي للاسف مش هينفع. مفهوم. انا مش بقول لك كلام فاضي مجالس واثبتك والله. لا لا انا مصدقك مفيش مشكله، انا مش هعطلك. يلا روح شوف شغلك. طيب تمام. ادم صعبان عليا قوي على فكره. معلش بقى يا حبيبتي. كان نفسي ان احنا نساعده. والله وانا كمان. ممكن اقول لك حاجه؟ شو؟ حسيت انه نديم النهاردة كان بيهت عليا بيفلرت معايا، معرفش يعني حاجة غريبة كده. ازاي؟ كلامه كان فيه انرجي كده. سويت توكر يعني وكلامه لطيف ولذيذ هو مع كل الناس. ولا في حاجة؟
طيب بصوا اللي عايز حاجة يعدوا عليا على المكتب. خلصت من حضرتك؟ اه انت لغيت السكشن ولا ايه؟ لا رايح بس مستنياك. ايه في حاجة ولا ايه؟ اولا احنا ما صبحناش النهاردة على بعض. انت ومين؟ انا وانت يا سعد. الكلام ده بجد؟ ايوه طبعا بجد. لا عايز كده بقى ليك على صباح الدنيا ومحطر. ثانيا كنت عايزه ابقى اول واحده ابارك لك بعد العميد. باركي لي على ايه؟ انت هتتلائم عليا؟ اه عاوز تعملها لي مفاجاه زي عيد ميلادي. طب المفاجاه اتحرقت عشان انا شفت القرار عند العميد. اه انت قصدك على بعثه امريكا؟ لا ما انا اصلا بفكر اعتذر. نعم دكتور سعد. ايوه ممكن سؤال حضرتك؟ ايه؟ بص يا دكتور انا قريت المجموعه بتاعتك موهبه واضحه والله راي حضرتك بالنسبه لي شهاده حقيقي بجد انا من اشد المغمومين بحضرتك وبكتاباتك ومقالاتك كمان وده رايي بجد والله بدون اي مجامله يعني قريت يا احمد الكتب اللي اداها لك رمزي اه قريتها كلها وكمان قريت السيناريوهات اللي الاستاذ رمزي رشحها لي والافلام اللي قال لي اتفرج عليها كلها نفسي يا ريت تفضل محافظ على الطاقة والحماس دول يا أبو حميد بعد ما تحترف. أصل السادة المحترفين كسالة وشغلهم شحيح. يا رمزي دول ما بيكتبوش كل شيء كان زي الكتابات اللي بتطبع عندك يا مطبعجي. مش فايدة. قول لي يا أحمد أنت بعد اللي أنت قريته قدرت يا حبيبي تعرف إيه الفرق بين الكتابة الأدبية والسيناريو؟ اه بنسبة كبيرة جدا طبعا بس لسه عندي شوية أسئلة محتاج حد يرد عليها بس عشان أستوعب أكتر بس أنا تحت عمرك عارف في كل الاستفسارات اللي أنت عايزها أنا مش معقول يبقى عندي الخبرة اللي أقدر أثقل بيها موهبة حقيقية زيك وأبخل بيها والله أنا مش عارف أشكر حضرتك أقول لك إيه أنا مش عايزك تشكرني أنا عايزك تقرأ أكتر تتفرج لما تبقى جاهز انا حديك فيلم تكتبه وانا حبيعه بعلاقتي ساعتها بقى هنعرف هل موهبتك في كتابه السيناريو زي موهبتك في كتابه القصص ولا هيتفوق عليك الاديب اكتر من السيناريست انا تحت امر حضرتك كويس دي بدايه مطمئنه اشرب قهوه أنا هقدم على الإشراف المشترك لرسالة الدكتورة بتاعتي. لحسن الحظ إن يوسي قال إيه اللي جات لك فيها البعثة دي هي أول جامعة أنا كنت برسلها ونفسي فيها. يعني أنت شايفة إن أنا أقبل البعثة؟ والميزة بقى إننا لما نسافر وإحنا متجوزين إننا نقدر نقعد في نفس السكن. خصوصًا إني عرفت إن هم موفرين لك سكن لشخصين في حالة إنك كنت متجوز. وبكده أبقى وفرت فلوس الإقامة المدة كلها اللي أنا قعداها هناك. طيب يبقى ندخل وبعدين نسافر. نكتب الكتاب ونبقى ندخل هناك. واهو جالنا شهر العسل في امريكا ما كناش نحلم بيه طبعا انت كنت بتفكر في جمصه لا طبعا انا كنت بفكر في شرم او في الغردقه هو انت قلت للعميد انك عايز تعتذر عن البعثه دي لا ما قلتش كويس قوي بص بقى بكره اول لما تروح الكليه تدخله على طول وتقول له انك موافق وانك عندك استعداد تبتدي في الاجراءات فورا تفتكري انا الخبر ده جوعني موت وفتح نفسي على الاخر وعشان خاطرك انا هغير قناعاتي وهاكل حمام اطلب لي يلا لو سمحت انا مش من هواد ان يبقى في حد بيشتغل عندي ومقيم في البيت بحب اعمل كل حاجه بنفسي لعلمك انا طباخ كويس قوي بس كل ما يجيلي مزاج واليومين دول كل فين وفين لما يبقى المزاج رايق حقيقي فعلا مفيش حد مزاجه رايق اليومين دول طب انا مزاجي بيتعكني من الشغل قول لي انت بقى مزاجك بيتعكني ليه يا ابن امبارح عشان الشغل برضو انت اكيد فاهم ولا حضرتك بتحور حور انا يا استاذ عبد السلام مش عبيط انا اكيد فاهم ان امي اقنعتك تجيبني النهارده عشان تخليني اصرف نظري عن المشروع هي ما طلبتش مني ان انا اقابلك انا قررت اشوفك واكلمك واسمع منك لو حابب تحكي لي عن مشروعك انا جاهز اسمع والله لو لقيت ان ده مشروع محترم وانت دارسه كويس عمري ما هقول لك اصرف نظري عنه بالعكس انا ممكن اساعدك
ممكن احاول انا وانت مع والدتك واخواتك ونقول لهم ونقنعهم ان المشروع ده اهم من ركنه الفلوس في البنك، او يستفزني كبزنس مان وحب اشاركك. ساعتها يا توافق يا ترفض انت وشركائك. مش انا سامح بس عرب كم جد؟ اذا كنت انا بساعد الغريب مش هساعدك. طيب انا لو كان ممكن اروح اجيب الورق حالا واجيهم نتكلم في الموضوع. لا قبل ما نتكلم في اي حاجه، مش هتزعل لو قلت لك ان مشروعك ده كنافه؟ لا اصحى ايه بس؟ مش هصحى طبعا، احنا بنتكلم راجل براجل. ادم مين؟ ادم ابن اختي؟ ايوه فاجئني. المشروع اللي كلمني عنه هاي مربحه مضمونه، واللي يفرح ان الولد عامل له دراسه تخليه يقف على رجليه باقل تكلفه ممكنه. وهو حكى لك انت بالذات ليه؟ بل هي اللي حكيت لي لما زرتها مره في المحل، وانا فضولي خلاني اكلمه عشان افهم منه اكتر. انت فاهم يا سامي في الوقت اللي اتجمد فيه الدولار كده يعني ايه يبقى عندك مخارتك تخليك تستغنى عن الصراط؟ انا شخصيا بفكر اشاركه براس المال. وهو هشاركك بايه ان شاء الله؟ بخبرته؟ انا ليه قلت لك ان الولد ذكي كده؟ هو عايز يبقى شريك مع واحد صاحبه عنده ورشه ميكانيكا كبيره قوي، وصاحبه هو اللي هيدير. صاحبه الميكانيكي اظن كده بقى الرؤيه وضحت. مش فاهم. سامي هيفهمك، بس انا عايز افكرك باللي قلته لك قبل كده يا سامي، ان اللي هيدمر بنتي واللي هيطير كرسي الوزاره منك هو ادم ابن اختك. عالم القرف اللي انت كاتبه ده. ايه بوز؟ بوز؟ حلو قوي. عجبني جدا. يعني مش لازم بقى الف ودايره عشان عندي خبره تجاه الكلام ده؟ لا يا سيدي مش لازم بعد اللي انا قريته ده. بس يعني هتحتاج ده بعد كده في الكتاب؟ ولا انت ناوي توقف؟ لا واقف ايه؟ انا ان شاء الله اكتب سيناريوهات. عارف فاهم الزيات؟ بس انا رزقي كبير قوي. قرا القصص بتاعتي وعجبته جدا، وشايف انا يجي مني في كتابة السيناريو، فهيديني دروس خصوصية عشان اعرف ازاي اكتب سيناريو. ولما اكتب فيلم قصير لو عجبه هخلي رمز النجار اللي هينزل لي مجموعة القصص دي ينتج لي اول فيلم روائي طويل. اوكي، وفلوس الدروس الخصوصية دي بقى هتدفعها منين؟ تقصر الوديعة؟ مفيش ودايع هتتفك يا ادم. مش هدفع حاجة. يعني مش هتدفع حاجة اقصد؟ يعني مش هدفع حاجة. ما انا موهوب. ايوه يا احمد، في ناس كتير موهوبه. لا مفيش ناس موهوبين كتير ولا حاجه. كيس كده كده انت مش خسران حاجه فعلا. مبسوط لك. هو انا كمان مبسوط. اول مره في حياتي اشتغل شغلانه بحبها. يعني اول مره اعمل حاجه عايز اعملها بجد، انت فاهم؟ فاهم، فاهم قوي كمان. اوريك حاجه عمري ما وريتها لحد ولا حتى شهيره؟ طبعا. استقلتي كتبتها بعد ما اشتغلت عند خالك في المصنع باسبوع. عمر ما جبت الجرأة او الدافع اني اقدمها له. لكن دلوقتي إن شاء الله أول ما أمضي الحق مع رمز النجار ولو حتى بخمسة جنيه هروح لخالك رميل استقرار في وشه وأديله بيه الجزم. آدم خالك عايزك تحت. عايزني في إيه ده؟ معرفش، انزل اسمع منه. كلام يبقى بالعقل. إن شاء الله. عبد السلام قال لي عن مشروع الخايب اللي أنت عرضته عليه عشان يشاركك فيه. وأنا طبعًا عقلته وقلت له ما يعملش كده. أوران هو مش مشروع خايب. ثانيا انا ما عرضتش عليه شريكني، هو اللي عرض عليا بعد ما سمع ان المشروع مش خايب من وجهه نظره كبزنس مان. ثالثا انا مش فاهم هو ليه حكى لك؟ لانه عارف اني خالك واي حاجه تخص مستقبلك تهمني. لا بس انا اتكلمت معاك كراجل لراجل. وبعدين يا خالي واللي انا فاهمه برضو ان البزنس ملوش علاقه بخال او عم، مش كده؟ شفت بقى انك انت عيل صغير مش فاهم حاجه. اهم حاجه في البزنس يا باشمهندس انك تبقى عارف واثق من اللي بتشاركه. ومتاكد من سمعته واصله وفصله وخلانه وعمامه وكل اللي يعرفوه. لان اسمها شراكه. واهم حاجه في الشراكه هي التكافؤ، واللي بتشاركه يبقى على نفس مستواك المادي والفكري والاجتماعي، فهمت؟ لا مش فاهم. عشان واضح انك بتلاحظ الموضوع تاني خالص غير انت جاي تكلمني فيه. احترم نفسك وانت بتتكلم معايا. بتلاقح دي ما تتقليش. معلش انا اسف يا خالد، انا بس ما لقيتش كلمه تليق بمقامك.
انت عارف اني مترشح لمنصب وزير صح؟ عارف ومبروك. وعارف برضو انك جوزت بنتك الكبيره لابن وزير مهم عشان بقالك فتره بتسعى للكرسي. بس انا برضو مش فاهم ايه اللي دخل ده في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. عمرك سمعت عن وزير ابن اخته متجوز اخت ميكانيكي؟ كده بقى دخلني في الموضوع عشان وضح الموضوع اللي فات كله كان غزيت. انا برضو مش لاقي كلمه تليق بمقامك. انسى علاقتك بالميكانيكي ده يا ادم، لا نسب ولا شراكه. وانت انسى ان ممكن اسمح لحد ان هو يتدخل في اختياراتي. قراراتك لازم تكون بالعقل عشان تبقى قرارات صح وما تندمش عليها. مين قالك ان الصح في وجهه نظري والصح في وجهه نظرك؟ وانت شايف ان الصح ان احط ايدي في ايد ورشاجي واطي من الاصل واطي واجوزك اخته؟ بص ورشاجي الواطي ده ايده انضف بكتير من ايد متلمعه ومتنضفه ومحطوط عليها برفيوم. واخته اللي رباها احسن تربيه وخلاها مهندسه زيي ويمكن احسن مني كمان انضف من بنت الوزير نفسه. انت فاهم؟ على مستفي يا ادم الموضوع ده يتم. سامع؟ ايه اللي حصل؟ لا تسلم ده انا هو عامل خاطر لصاحبه قوي كده كان يعملش فيها قدامي راجل عشان مش هقول له عشان مش مسترجله. ادم صحي صحي اكيد صحي. انت قعدنا في سنترال طول الليل تليفونك ما بطلش رن ثانيه واحده. نسيت ان انا اديتك البيجاما بتاعتي امبارح. انت برضه بيجي من وراكي غير قله القيمه. ده بدل ما تشكرني ان انا لميتك من الشوارع في مصاص الليالي زي البت المطلقه الغضبانه من بيتها. انا الحق عليا. لا لا بزر دي صراحه تستاهلي عليها شكرا بجد. خلينا امبارح مع بعض ريحني كتير. بس بقى يا امي بس. هترد عليها؟ لا لا لا. وبعدين قال لها ان بيت بره فتمام يعني. طب ما ترد عليها تاني وتطمنها. مش هعرف انصب عليها، هتفهمني من صوتي، تفهمني من غير ما اتكلم. بقى انا مش طايقها. ليه؟ عشان هي طلعت زيهم كلهم. الو ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ لا طبعا ما حصلش حاجه من ساعه ما اتكلمنا. لا ما اعرفش حد في وزاره الكهرباء ليه. 100,000 جنيه 105,000. قال لك سرق كهرباء ومعطل عداد ومتهرب من الدفع ودي فيها قضيه ومصالحه تقدرت ب 105 فيها كده يا اما يقفل الورشه. شفت ظلم اكتر من كده؟ طب وانت هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هدحر مع الحكومه؟ هدفع وتعرف تدفع لهم المبلغ الكبير ده؟ والله العظيم ثلاثه لو الفلوس دي حق ربنا لا ادفعها. انما ده افتراء. أنا طول عمري راجل نظيف وسمعتي ألماظ لحتى الراجل الكشاف الجديد ده شكله استنصدني. إيه يا عم سيد؟ أنا نسيت حاجة فوق ولا إيه؟ لا أبداً ده أنا اللي جاي لك، ما عرفتش أتكلم معاك فوق قلت أجي لك، إحنا عشرة السعادة وأنت راجل جدع. يا عم سيد أنت تعرفني من زمان وأديك بتقول إحنا عشرة. أنا عمري ضحكت على حد ولا أكلت حق حد. حتى الكشاف الجديد ده لما جه حبيت أعمل معاه الواجب كشم لي من غير سبب. ده الباشمهندس ادم اخو صغير. ازيك يا باشمهندس حضرتك؟ طب اشتري مني بقى وما تقولش لحد اللي انا قلت لك. اللي حصل معاك فوق اسفين جامد قوي، شوف انت مزعل مين وحاول تراضيه. يلا السلام عليكم. هتتقابلوا امتى؟ رمزي قال واحد كلمنا النهارده ونظبطها مع بعض. طيب بص بقى انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تروح الميتنج ده. ها؟ عايزاك تتقال كده مش اي حاجه يقولها لك توافق عليها. انا هتأمر ولا اقولها يا شهيره؟ انا في حد يعرفني؟ هو انا باسلوبك ده بالظبط اللي انا مش عايزاهم خالص يحسوا بيه. لازم يحسوا كده ان انت مقدر شغلك وواثق مني. مش بقول لك اطلب 1,000,000 جنيه يعني بس ماشي هم اكيد اللي انت هيعرضوه عليك هتقبله لانها اول شغلانه ليك. واكيد برضو طبعا هم اللي هيعرضوه ده اقل مكتير من اللي المفروض يعرضوه لان يعني الراجل مش هيبقى بيعمل لك كل ده لوجه الله. تمام بس لازم يحس ان انت واثق من نفسك. ايه قصدي؟ انا مش قادره اصدق انك لسه لحد دلوقتي ما دخلتش للعميد وكلمته في موضوع البعثه. مش كنت عيان يا فيفي؟ وبقيت زي الحصان ورحت الكليه ما دخلتلوش ليه؟ انا الكام يوم اللي انا كنت رايت فيهم في السرير دول كنت بفكر في مزايا وعيوب السفر. انت لسه هتشوف يا سعد؟ هو احنا مش اتكلمنا وقررنا وخططنا لكل حاجه؟ ده انا برسل الجامعه في امريكا. مش تسمعي مني انا كنت بفكر في ايه؟
كنت بتفكر في ايه يا سعد؟ دلوقتي انا لما اسافر اقعد سنه ونص او اكتر بره، يبقى لما انت تخلصي مناقشه الرساله بتاعتك مفيش اي مريض اسنان في الدنيا هيستنى كل دوت، والدكاتره الشاطرين كتير. انا نفسي اخدت وقت على بال ما بقى عندي البيشنت بتاعي اللي بيرتاح للعلاج بتاعي. يا حول الله، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. انت اتكلمتي يا فيفي، انا ما اتكلمتش. افهم من كده انك بتفكر ترفض البعثه دي؟ فيفي انا موضوع السفر دوت بيخليني مقلق. يمكن بقى عشان السفر ده هو اللي بيعجل بجوازنا. يعني هو علشان بيعجل انا هبقى مقبوض؟ اذا كان هي دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني عايز اسافر وعايز ترفضها؟ خلاص استناني هنا بقى لما افكر في موضوع الرساله اللي عايزه اناقشها، واتاكد ان هو ده فعلا الموضوع، واذاكر واحضر وبعدين اناقش. وهو لما هو موضوع تعجيل الجواز دوت متاح، احنا ليه ما نتجوزش ونبقى نناقش براحتك واحنا متجوزين؟ موضوع تعجيل الجواز ده موجود في حاله السفر بس، ده باكج، تيك ات اور ليف ات. يا حلاوه، اول مره اشوفك بتساعديني يعني. خلاص ما انا بقيت ست بيت بقى يا وسيم. يلا يا اولاد يلا يا نادر عشان تحلي. لا يا طنط حلي هنا خلاص، الاكل على اخر، مش قادر. متشكر جدا. الف هنا حبيبي. الله يهنيك يا طنط. طبعا انت ما كانش وحشك قد اكل وسيمة. كنت بنام احلم بيه اخر كام يوم. رحت مصر هناك؟ رحنا كتير قوي. اتفرجت على ايه بقى؟ لا لا لا، حضرتك تسالها ما شفتيش ايه. كنت بروح اكتر من واحده في اليوم، وبعدين قابلنا امجد صاحبنا هناك، هو قتيل مسرحيات، كان بيقول لنا ايه احلى حاجه عشان ندخلها. هو كان معاكم؟ عمل لنا سربرايز على اساس روم سيرفيس بيخبط على باب الاوضه، لقيته في وشي. بس انا بقى زعلانه من باباك ومامتك، كان لازم يجوا يتعشوا معانا النهارده. طنط هو ابويا وامي كده، ما بيسهروش غير في المناسبات بس. انا اصلا لازم يا دوب اروح الحق اشوفهم قبل ما يناموا، اكيد خلاص خلصوا العزومه بتاعتهم. لا لا لا، تروح فين؟ من قبل ما تدوق ام علي؟ والله بسيمه ماليش في الحلو خالص، وعايز بس اروح الحقهم، كمان الجيت لاج بقى اشتغل، فانتوا عارفين يعني. طب استنى بس البت تدوقها، زمانها نفسها فيه. لا ما انا بايته معاكم، مش هنام قبل ما كل اتنين تلاته. ايه ده، انت بايته النهارده؟ وانا كمان. حسكوا وحشني قوي في البيت. بس لما ادم يرجع هبهدله، هيكون وراه ايه يعني اهم مني؟ لو رجع. صلى على النبي، اصلا عمري ما شفتك كده في حياتي. عليه الصلاه والسلام. عشان انا ما بحبش اظلم ولا اتظلم يا ادم. الناس بقت وحشه قوي. ديك سمعت بودنك سيد الكشاف وبيقول ده مهموز ومعمول فيا. شفت بعينك اهل الحارة وهم بيقصوه. والناس اللي عاملين فيها حبايبي دول، واحد منهم هو اللي عمل فيها المهموز ده. تعرفش بقى حد من الصناعية غيران مني، ولا مرسي اللي كان عايز يشتري الورشه وانا رفضت؟ الله اعلم. حسبي الله ونعم الوكيل. كويس برضو انه راح معاه فلوس. الحمد لله، المهم بس انها ما جتش في اهل بيتك. الحمد لله ان هو موقف لي اخ زيك، راجل واقف جنبه مش عايز يسيبني. انت عملت الواجب وزياده، اتفضل بقى من غير ما تروض. ابي يا بت، اخته لسه واصله من شهر العسل النهارده وهو قاعد معاكم مش راضي يسيب. لا طبعا، وانا ما يردنيش. انزل يا ابني روح لها. لا لا مفيش مشكله يعني، يا طير روح لها في اي وقت. ايه ما تصغرهاش قدام عريسها، يقول ايه؟ يقول اخوها مش فارق معاه. انزل روح لها، انا زي الفل. يا ما دقت على راس تقول يعني. بعدين انا كده كده هطلع لشده الانس السطح، نقعد نضحك شويه. ماشي، ضحكني معاك بقى. لا ما دام بقى بتتعزموا على بعض زي الاخوات، مش عيب لما تكون مخبي على اخوك الكبير حاجه يا ادم؟ ايه ده؟ لا مفيش حاجه يا اسطى، بس بس ايه؟ ادم مش عايز يقول لك انه غضبان وسايب البيت علشان امه واخواته مش عايزين يساعدوه في حق المخرطه. مفيش ليه؟ يا ماما قلتها لك كلها براكتيكال عشان الشغل. كل ده يا آية؟ أيوة. كل حد فيكوا حاجة؟ أحمد وآدم بقى دكتور حاجات تانية خالص. يا حبيبتي، هو حد فينا طلب منك أي حاجة؟ أنت رايحة تفسحي مع عريسك ولا تعملي لنا شوبينج؟ بقول لك إيه؟ هو مين أمجد ده؟ أمجد ده صاحب نادر من زمان، بقالهم 7 سنين صحابه بيشتغلوا مع بعض، الوحيدة اللي مش بيستغله عشان فلوس أبوه. بس أنا أول مرة أسمع عن عزول في شهر العسل. عزول إيه بس؟ ده نادر راح مرة كازينو، وأمجد هو اللي نزل معايا شوبينج، هو اللي نقلكوا حاجتكوا كلها. طب وأنت ليه ما رحتيش معاه كازينو؟ كنت قعدتي يعني شربتي الشاي ولا ليموناتا ولا كاساتا؟ كازينو في المكان اللي هي كانت فيه، يعني نادي القمار. بسم الله الحفيظ.
له المدعوق جوزك طلع ومرتجي مرتجي بتضحكوا على ايه؟ ده يجيب الفقر والخراب. يا جهل، الحاجات دي هناك بتتعمل تسالي، انما هو مش بتاع قمار عمال على بطال، مش كده يا ايه؟ كده حبيبتي طبعا. يعني انت بقى كاستينا بفلوس القمار؟ حظ الله، والله ما البسه ولا احطه على جتتي. خلاص اوزعه يعني؟ لا، هبقى استغفر بقى وانا بلبسه. تحفر. معلم عشتيني. انت عشتيني اكتر. جالك قلب تسيبني اموت الكام يوم دول؟ هذا الشر عليكي. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ وانا مش بيكون قصدي ازعلك. ده انا كنت بكلمك وما بتردش عليا، وسايبني قلبي واكلني عليك، ازعل ولا ما ازعلش؟ لا انت براحتك تعملي اللي انت عاوزاه. بس انا حاسس ان مفيش حد فاهمني في البيت ده. يا سلام، يعني احنا كلنا غلط وانت لوحدك اللي صح؟ لا يا ماما، مش عبد السلام بنفسه قال لك قد ايه المشروع ده مربح؟ ولا رجع في كلامه في دي كمان؟ لا قال لي. ده راجل بتاع بيزنس وفاهم في شغله وشايف المشروع ده مربح، ليه يقول كده؟ هو مش شايف غير كده، ده حتى مش هيكون في مصلحته. يعني انت بتستشهد بكلامه دلوقتي؟ وانت مش كنت مش مسترجله؟ لا يا امي، دي حاجه ودي حاجه. بعدين صراحه هو طلع كلوت لما سمع كلام خاله. بلاش قله ادب. بص يا امي، انا خلاص بقيت مقتنع ان مفيش حد بيكبر حد انه يعمل حاجه هو مش عاوزها. ده ايه العقل والادب اللي نزلوا عليك دول؟ عارفه من امتى؟ من ساعه ما ميكانيكي وحبيبه المستعره منها دخلوا حياتي. ادب، انا هقولك على حاجه ما قلتهاش لاخواتك. انا وباباك كنا متقربين ماديا، لكن اجتماعيا لا. ده كان عامل لي انا مشكله كبيره قوي، يعني طريقه اللبس والاكل ونوع الخروجات، واللي خلاني استحملت بقى ان انا جبتكم واحد ورا التاني. لا يا ماما، اللي كان عامل لك مشكله ان انت كنت مش بتحبي بابا. ان انا بحب حبيبي وحابب الاختلافات اللي ما بيننا. ادم، صدقني بعد الجواز ما بيبقاش حب، بيبقى عشرة، توافق، طباع، انما الحب ده بيتنسي. لا مش بيتنسي، كان زمانك نسيت الراجل اللي بتحبيه لحد دلوقتي وعرفتي تحبي بابا. طب معلش فكر في كلامي، بص حواليك شوية، أكيد هتلاقي واحدة مناسبة ليك أحسن من أخت الميكانيكي. تمام، أنا أطلع أنام. أنا إذنك. تصبح على خير. طب لا، ادخل. ريدا، أنت نازلة؟ رايحة أشوف صحابي بتوع المعهد، وحشوني. يا بايخة، اقعدي معايا أنا النهاردة. حابك يعني إنك تخرجي، أنا خلاص راجعة بيتي. صحابك دول مقاطيع، بشوفهم في أي وقت. ساعتين وراجعة على طول، نقعد مع بعض براحتنا. بس مش هعرف أقول لهم دلوقتي عشان كلهم نازلين من بيتهم مخصوص عشاني. أنت نازلة تشوفي صحابك بتوع المعهد صح؟ مش أستاذك بتاع المعهد؟ احنا خلاص بقى اتجوزنا، قفلنا على الموضوع ده. بتهزري ولا إيه؟ يلا هنزل وكيلك على طول. ها يلا باي. حضرتك بتشكرني؟ ايوه، اصل انا كنت مراهن عليك نفسي وانت كسبتني الرهان. سالم شايف ان انت موهبه ضخمه، وبعد ما قرا السيناريو مصمم ان موهبتك كسيناريست لا تقل عن موهبتك كقصاص خالص. الحمد لله. حضرتك يعني بعد اخر مره قعدنا مع استاذ سالم انا جيت فكرتين كده ممكن ينفعوا الافلام الرؤيه طويله، وهعمل لهم معالجه ان شاء الله وعرضه مع حضرتك وعلى الاستاذ سالم. بس بالراحه يعني، حاجه كده، لازم يبقى في تفكيرنا شويه منطق. يعني خلينا نركز الاول في المطبعه القصصيه، مش كده؟ ماليش تحت امرك. طيب شوف يا احمد، انا شايف ان انت كتبت مجموعه قصص قصيره حقيقي هايله، وبتستحق انها تتقري على نطاق اوسع من كده بكتير. تستحق انها تنجح وانها تتنشر بين اكبر عدد ممكن من القراء. القراء دول قربوا ينقرضوا على فكره يعني. طبعا عندك حق،
تقريبا مبقاش في مصر قراء يقروا قصص قصيره اصلا. قصص قصيره ولا قصص طويله، الناس ما بقتش عايزه تقرا خالص، اسالنا انا. ايوه صح، بالذات بقى لما تنزل مجموعه لحد هم اصلا مش عارفين اسمه. انت تعرف يعني ايه جوست رايتر يا احمد؟ جوست رايتر دي يا سيدي حاجه اخترعوها الامريكان من فتره كبيره جدا يعني في مجال الادب والسينما، ونادرا ما هتلاقي واحد من مشاهير الكتاب ما مارسهاش في بدايه حياته. يعني هي عباره عن كاتب مشهور موهوب يكتب بقى قصه قصيره، سيناريو، روايه. في البدايه اسمه ما بيتذكرش لا على كتاب ولا اي فيلم، ويجيبوا بداله بقى حد من مشاهير الكتابه بس عشان يضمنوا النجاح الجماهيري يعني، بس حقوق الماديه بتفضل محفوظه. انت بتستغرب ليه؟ انت لو تعرف اسامي المؤلفات اللي منسوبه لكتاب كبار هم اصلا ما كتبوهاش هتستغرب اكتر. والموضوع ده في مصر حصل وبيحصل كتير. هو حضرتك عايز نعمل كده يعني؟ يعني اولا ده هيحقق رواج كبير جدا للمجموعه. ثانيا بقى وده الاهم، ده هيبقى جست منك فيه تقدير كده واحترام للمجهود اللي عمله معك الاستاذ سالم اللي هو مصر ان انت تبقى كاتب ناجح. لما تروح له وتقول له انه يشرفك انه اسمه يبقى موجود على المجموعه بتاعتك. رغم الزهر اللي متلي لحقوق شو ما تحكي وتشرح لي وتقول حبيبي حبيبي ده نرجع لا مش معقول عندي سنون وفي عندي أرميل بعرف شو يعني إذا أنت بعيد بس حبيبي إحساسي معاك يرجع لي جديد في أمل نفسي أقولك مش عايز هدية جبتها لي وهو معاكي، بس للأسف للأسف الأسطوانات دي أنا قلبت عليها الدنيا وما لقيتهاش. أولاً دول مش ليك، دول لبيتنا. ثانياً أنا جبتهم وأنا لوحدي، شفتهم وإحنا بنتسكح في الشارع. شكلك اتبسطتي أوي هناك. أوي. عارف ليه؟ عشان انت كنت معايا. بس هو اللي كان معاكي بجد هناك؟ لا كنت بشوفه صادف، بنام وهو صاحي واصحى وهو نايم. وبعدين مش مهم، المهم ان انت اللي معايا بجد. هو عمره ما كان هنا ولا هنا. دمعتنا في حياتنا حكايتنا معناها
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرحي وغل وناس عنك تشيل همك ويفرح ولو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة Yeah.